الموت، الموت مدرسة، الموت الموت هو الحقيقة الوحيدة في هذه الدنيا. أخي ستموت، إيه والله سأموت وستموت وسيموتون، إنك ميت وإنهم ميتون. الموت، وما أدراك ما الموت؟ الموت هو الحقيقة الوحيدة في هذه الدنيا، ولذا قال ربنا الملك جل جلاله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت وقدمه على الحياة، فقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور سبحانه جل جلاله. الموت، يقول الرافعي في وحي القلم، يقول حملنا صاحبنا إلى القبر، حملنا صاحبنا الذي شفي من مرض الحياة. نعم، إن الذي يريد أن يفهم الحياة فليفهم الموت، إن الذي يريد أن يعيش الحياة فليعش الموت، إن الذي يريد أن يفوز بالحياة فليفهم قضية الموت. الموت، الموت، مشى أعرابي ببعيره فسقط البعير ميتا، فظل يقلب بعيره ويقول ماذا دهاك، ماذا جرى لك، ماذا بك، هذا رأسك وهذه يداك وهذه رجلاك، ما بك، سلبت منه الحياة. تصور الآن، تصور الآن في ذهنك وعقلك أنك مت، بعد وفاتك بأسبوع أو أسبوعين كيف شكل بيتك؟ كيف شكل عملك؟ كيف حال شارعك وجيرانك؟ كيف حال الحياة بعدك؟ عادي جداً، أكلوا وشربوا وتكلموا وضحكوا وناموا، ويعيش الناس حياتهم كأن شيئا لم يكن، أما أنت فأنت الوحيد المكروب في هذا الأمر. إذا فهمنا هذه القضية لم نعش للناس، لأن الناس بنا أو بغيرنا سيعيشون، وبيوتنا بنا أو بغيرنا ستقوم، والدنيا بنا أو بغيرنا ستسير. أما نحن فالموت قضيتنا الحقيقية. الموت، الموت، تلكم القضية هي الحقيقة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكيس الناس، أكيس الناس، أعقل العاقل، إن أكيس الناس أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. الاستعداد الحقيقي للموت أن نتوب من هذه الحياة، أن نتوب من حياتنا ككل،
أن نتوب من نمط عيشتنا الذي نحياه، أن نتوب من عيشتنا هذه، من حياتنا هذه، من طريقتنا هذه، في التفكير، في الأكل والشرب، في النوم، في الإنفاق والمصاريف، في الكلام. إننا نريد أن نتوب، أن نتوب من الحياة، أن نتوب من حياتنا ككل، أن نموت، تموت فينا الشهوات، أن تموت فينا الشهوات، تموت فينا الأهواء، تموت فينا الرغبات، تموت فينا الآمال العريضة، تموت فينا تلك الأفكار السيئة التي تدعو للخلود، أن نتوب من الحياة. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك.